بيك. بدءا سؤال جامد جدا. من حسن الاختيار مرورا بأن هذا هو الأهلي يعني تاريخا وحاضرا وإن شاء الله مستقبل، بتجد طفل عنده 10 سنين يقول الكلام ده ويذكرنا بواحد حضر ندوة للكابتن محمود الخطيب والقايمة طبعا في الجزيرة. ولا أنا عايز أتكلم، أنا أحدث حد انضميت للنادي لعضويات النادي الأهلي، يعني أظن هو ما يكملش 40 سنة كابتن، فكلنا مترقبين. انا تاني مره بقول عايز اتكلم، قال له اتفضل يا اتفضل اتفضل. قال له انا ابني عنده 8 سنين، قال لي احنا لازم تعمل لنا اشتراك. الراجل بيقول انا من اسره صناعيه وميسور الحال، ربنا يا رب يكرمه، وبالتالي عنده وضع اظن في نادي الصين، لكن قال له عايزين نروح النادي الاهلي اللي فيه بيبو 8 سنين، ابنه عنده 8 سنين طبعا. فراح سأل فعرف ان العضويه بكذا، فهو بيقول للكابتن انا لو لقيتها بمليون جنيه لان ابني اللي عنده 8 سنين، تاريخك يا كابتن خطيب، تاريخك كشخص خارج من النادي الاهلي اللي احنا عارفين انه عايش على حجم من التقاليد والاعراف، صنعت كل ما هو قوه عظمى حتى في النتائج، هو اللي خلاني اقول لو لقيت 10 أضعاف الرقم ساعتها اظن قال لو مليون ومليون ونص كنت هدفعهم. الله، الحقيقه خلانا كلنا مذهولين. ده بنقوله للنجوم مش بس يعني عن رئيس النادي الاهلي، عن نجم كره قدم. هو الان ما شاء الله انهى تاريخه الكروي يعني من 3 عقود، ولكن طفل عنده 8 سنين، واليوم في ندوة في معرض الكتاب طفل آخر عنده 10 سنين. عايز هو يعرف يعني إيه الخطيب، هو يعرف تاريخ الخطيب. المنبثق منين بقى كابتن؟ من هذه الأعلام الحمراء وهذا الشعار الذي اجتاح دائما، مش بس بالنتائج التي لم ينظر الأهلي لها أبدا، لكنها كانت تأتي على كتلة من المبادئ.